السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. مكملين مع يونيت 2 النهاردة ان شاء الله. معادنا مع ليسون 10 فاكتورز اور مالتيبلز. فاكتورز اور مالتيبلز كلمتين اكيد بقينا عارفينهم كويس قوي من كتر ما سمعناهم واشتغلنا عليهم. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب. يلا بسم الله. الجزء الاولاني من الدرس انا مش هقولك حاجة جديدة، انا هراجع معاك معلومات انت عارفها، هراجع معاك المعلومة اللي انت اصلا عارفها. ليه؟ لانه بيقولك relation between factors and multiples. relation علاقة بين factors وmultiples. ها تعال نقول example بره الاول وبعدين نروح نبص عند المعاصر. اوكي، لما اقولك 2 multiplied by 7 الكلام ده equals 14، صح كده؟ طيب مش انت عارف دلوقتي ان اللي قبل الايكوال التو نمبرز اللي بعمل لهم ملتبلاي دول التو والسيفن اسمهم فاكتورز؟ اسمهم ايه؟ فاكتورز اوف نمبر 14. فاكتورز اوف نمبر 14، صح كده؟ طيب و14 دوت اسمه ايه؟ اسمه ملتبل. ملتبل اهو، multiple of mean multiple of 2 and 7. 14 multiple للtwo وmultiple للseven. 14 جاية بعد الequal، متفقين؟ طيب في حاجة بقى كمان يا ميس، هو 14 multiple للtwo للseven بس؟ لا طبعا. ايه الفاكتورز بتاعت 14؟ تعال نعمل تيت شورت كده لل 14. ادي 14 معايا اهي، معايا 1 multiplied by 14 ومعايا 2 multiplied by 7، صح كده؟ يعني تقدر تقول لي ان ال 14 دي multiple 4 لمين بقى؟ ل 1 و 2 و 7 and 14، واخد بالك؟ يبقى ال 14 بتاعتك مالتبل لل 1 ولل 2 ولل 7 ولل 14، كلهم ال 14 دي مالتبل ليهم. وقلنا مالتبل دي يعني ديفيزبل باي. تعرف ان الرقم ده مالتبل للارقام التانية ازاي؟ لما تلاقيه ديفيزبل باي ذم، بيقبل الاسم عليهم. ديفيزبل باي ذم، بيقبل الاسم عليهم. تيجوا نتأكد. لو قلت لك 14 divided by 1 هتقول لي equals 14، 14 divided by 2 هتقول لي equals 7، 14 divided by 7 هتقول لي equals 2، 14 divided by 14 هتقول لي equals 1. بص 14 divisible by ايه؟ كل النمبرز دي، عشان كده بقول عليها multiple. multiple للنمبرز دي. انما لو هتكلم على النمبرز اللي الناحية دي هقول عليها factors. factors لنمبر 14، فاكتورز لنمبر 14، لان زي ما 2 ملتبلايد باي 7 ايكوالز 14 انا عندي 1 ملتبلايد باي 14 ايكوالز 14. وهنا هراجع معاك الجمله بتاعت 1 از ا كومن فاكتور فور اول ذا نمبرز، 1 از ا كومن فاكتور فور اول ذا نمبرز، تمام؟ وهنا موجود 14 والناحيه دي 14، اصل ايتش number is a is a multiple for itself، تمام كده؟ متفقين؟ طيب تعالوا نشوف اللي بعده. relation between factors and multiples، خلاص بقينا عارفين. تعال نبص كده على الستوري اللي هو كاتبها. بيقول father mother and three sons، تمام؟ تلات ابنائهم. take the bus whose ticket is 7LE1. ركبوا الاتوبيس. الاتوبيس ده التذكره بتاعته 7LE1، لكل واحد هيدفع له 7 جنيه، متفقين؟ what is the total cost of the family؟ طب هي الفاميلي دي عندها how many members؟ عندها اعضائها قد ايه؟ father mother and three sons، يعني التوتال بتاعهم ايه؟ 5. father mother three sons، يبقى التوتال بتاعهم 5، تمام؟ عشان اجيب بقى total cost. total cost تكلفة النهائية اللي بابا وهو واقف يدفع تمن التذاكر، تمام؟ total cost دي هعمل ايه؟
هاخد طبعا سعر التذكرة اللي هو 7 multiplied by 5 اللي هو عددهم. 7 by 5 equals 35. تعال نعيد تاني بقى، قبل الايكوال اسمهم factors اهم، قبل الايكوال اهو 7 multiplied by 5، ال 7 ده اسمه factor ل 35 وال 5 دي اسمها factor ل 35. متفقين؟ طيب لما عملنا الملتبلاي قلنا 7 by 5 equals 35، ها 35 ده اسمه ايه؟ اسمه multiple. multiple multiple لمين؟ multiple لل 7 multiple لل 5. تمام؟ طب يا ميس هو multiple لل 7 ولل 5 بس؟ هسألك هو ال 35 ده بيقبل القسمة divisible by any other numbers، أرقام تانية؟ هتقولي اه يا ميس 1 multiplied by 35 equals 35، يعني هو divisible by 1 و divisible by 35. هقولك تمام، بص كده رجع تحت كتابلك هنا هوت remark بقى، خد بالك. تمام، factors of 35 are e are 1 و 5 و 7 and 35. تمام، يبقى 35 بتاعك ده multiple لكل النمبرز اللي هي الفاكتورز بتاعته ال1 وال5 وال7 وال35. تمام، بص كده الناحيه دي كتب لك ايه؟ كتب لك فاكتورز، كلهم فاكتورز 1 5 7 35. تمام، الناحيه دي قال لك ايه؟ قال لك ال35. اوكي 35 مالتيبل للنمبرز دي، هتكلم على النمبرز دي هقول عليها فاكتورز اوف 35. تمام، يبقى هتكلم على النمبرز اللي الناحيه دي هقول عليها فاكتورز، النمبرز اللي بتيجي قبل الايكوال في التايم ايه تيبل بتاعي. تمام، او في التايم اوبريشن هقول عليها فاكتورز، واللي بتيجي بعد الايكوال هقول عليها مالتيبل مالتيبل. تمام، خد بالك كده، انا عندي 1 multiplied by 35 equals 35 وعندي 5 multiplied by 7 equals 35. يبقى 1 و 5 و 7 و 35 كلهم فاكتورز لمين؟ لل 35، وال 35 اسمه multiple multiple، وطبعا احنا عارفين ليه اسم تاني اللي هو product product. تمام، اللي بيجي بعد الايكوال دايما اسمه product. متفقين؟ طيب تعال نبص كده على النوتس اللي هو كاتبها معانا واللي اكيد خلاص احنا برضو عارفينها. تمام، 1 is a factor of all the numbers. فاكرين الجملة دي مهمة جدا وبتنزل كتير في الامتحانات، common factor for all the numbers is 1. each number except 0 has a finite number of factors. كل النمبرز اللي في الدنيا تمام except فيما عدا الزيرو ليها finite number of factors، ليها عدد محدد من الفاكتورز. تعال نبص كده على اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه، ها لما اقولك 35 عندها how many factors؟ هتروح تعد، عندها 1 2 3 4، عندها 4 factors، صح ولا لا؟ يبقى ده اسمه finite finite number of factors. تمام، عندها عدد محدد من الفاكتورز، كل نمبر في الدنيا عنده عدد محدد من الفاكتورز. متفقين؟ طيب any number is divisible by each of its factors، صح كده؟ مش احنا اتفقنا ان كل نمبر تمام عشان اقول عليه multiple لازم يكون divisible by each factor، صح ولا لا؟ مش قلنا 35 divided by 1 equals 35، 35 divided by 5 equals 7، 35 divided by 7 equals 5، 35 divided by 35 equals 1. بص كده النمبر بتاعك divisible by الفاكتورز بتاعتك كلها. تمام، factor of a number is smaller than or equal to this number. تعال نبص كده على الفاكتورز اللي قدامي بتاعت 35، هتلاقيها كلها حاجة من الاتنين، يا إما smaller than 35 زي ال 1 وال 5 وال 7 كلهم هم دول smaller than 35 or equal to this number اللي هو 35 equal 35. متفقين؟ يبقى لما اتكلم على الفاكتورز بتاعت a number هتلاقيهم حاجة من اتنين، smaller than this number or equal to this number. تمام، وفي كل ده اكتر واحدة تهمني 1 is a common factor for all the numbers. متفقين؟ تعال بقى واحنا بنتكلم على المالتبلز هنا هوت برضو دي اكتر واحدة تهمني. تمام، 0 is a multiple of all numbers،
سواء بقى نزلت لك multiple of all numbers أو common multiple for all the numbers، خلاص احنا وصلنا الفكرة. اتكلم على كلمة common multiple هتقول لي zero على طول، تمام؟ طيب each number except zero has an infinite number of multiples. كل النمبرز بقى اللي في الدنيا، تمام، except zero، عندها infinite numbers of multiples، عندها عدد لا نهائي من المالتيبلز. ازاي يا ميس؟ طب تعالى كده، لو قلت لك تعالى نتكلم على مالتيبلز of number 2، تعالى نشوف كده، لو بدأنا 0 2 4 6 8 10 12 14 16، هتفضل ماشي ماشي ماشي، هتوصل ل 100 102 104، هتفضل ماشي ماشي ماشي، هتوصل ل 1000 1002 1004، هتفضل ماشي ماشي ماشي، هتوصل ل 1 مليون، ها 1 مليون 2 1 مليون and 4، وهكذا هتفضل ماشي، هتوصل ل 1 مليارد. كل دول يا ميس multiples of number 2، كلهم multiples of number 2. يبقى انا كده عندي عدد لا نهائي من المالتيبلز، عدد كبير جدا ما اقدرش اعدهم اصلا، يعني ما اقدرش اقول لك how many multiples of 2 can you write، لا مش هتقدر، ده انا عندي كتير، ده انا اخلص الكراسه دي كلها وانا عمال اكتب مالتيبلز النمبر 2، وزيها طبعا مالتيبلز اوف 3 مالتيبلز اوف 4، وهي دي معناها، تمام؟ يبقى انفينيت هنا يعني عدد لا نهائي ما اقدرش اعده، تمام؟ طيب مالتيبل از ذا برودكت اوف 2 فاكتورز اور مور، ها مالتيبل اللي هو بيجي بعد الايكوال بيجي ازاي؟ بيجي من برودكت اوف 2 نمبرز، هو البرودكت زي ما بدأنا الإكزامبل بتاعنا النهاردة 2 multiplied by 7 equals 14، قلنا ال 14 multiple لمين؟ لل 2 لل 7، صح ولا لا؟ مش ده اللي بدأنا بيه الحصة بتاعتنا النهاردة؟ بيجي بعد إيه؟ بعد الإكوال، هو البرودكت، برودكت يعني multiple، تمام؟ أوكي متفقين؟ دي أهم الحاجات اللي أنا عايزك تبقى عارفها قوي ومركز فيها معايا قوي، تمام؟ طيب اخر واحده هنا هوت بيقول لك نون زيرو مالتيبل، يعني لما تتكلم على المالتيبلز غير زيرو، تمام، اوف ا نمبر هتلاقيهم جريتر ذان اور ايكوال تو ذس نمبر. ها تعال نبص كده، لما كنا بنتكلم على مالتيبلز اوف نمبر 2 دلوقتي بيقول لك نون زيرو المالتيبلز اللي غير نمبر زيرو، مالهم؟ يا اما هتلاقيهم جريتر ذان، انا بتكلم على مالتيبل اوف نمبر 2، بص كده هتلاقيهم كلهم يا اما greater than number 2 or equal to number 2 اللي هو number 2 اللي قدامي. ها لو اتكلمنا على multiples of number 3 هتلاقيهم greater than number 3 or equal to number 3، لو اتكلمنا على multiples of number 5 هتلاقيهم greater than number 5 or equal to number 5، وهكذا. متفقين؟ يبقى multiples يا اما greater than النمبر اللي انا شغال عليه، يا اما equal to، وده عكس الفاكتورز، الفاكتورز كانت less than النمبر or equal to، الاتنين متفقين في كلمة equal to، تمام؟ لكن عند المالتيبلز هتلاقيهم greater، عند الفاكتورز هتلاقيهم or less، تمام؟ هنا بقى هتقابلك معلومة جميلة قوي، هنا بقى هنتعلم معلومة جديدة يا شباب، تمام؟ ركز معايا فيها لان ممكن نستغلها ويجيبها لك في الامتحان باكتر من طريقة. relation between greatest common factor and least common multiple GCF and LCM relation يعني علاقة، relation يعني ايه؟ يعني علاقة، تمام؟ طيب انت كده تعودت وتعلمت ازاي تجيب greatest common factor، وتعلمت ازاي تجيب LCM least common multiple. بيقول لك بقى ان انت لما تاخد greatest common factor وتعمل له multiply لل least common multiple، لما تاخد ال greatest وال least الاتنين دول لما تجيبهم وتعمل لهم multiply، تمام، بيدي لك product of the two given numbers، التو numbers اللي انت اصلا بتجيب لهم ال greatest common factor وال least common multiple، تمام، لما تعمل multiply للحاجتين دول اللي انت جبتهم
هيديلك the same product, the same product as the product of the given two numbers. نفس البرودكت, نفس ناتج الضرب لو انت اخدت التو نمبرز اللي معاك وعملت لهم ملتبلاي. تيجوا نشوف, تيجوا نتأكد من الموضوع دوت ونحل اكزامبل مع بعض. يلا هنا بيقول ايه, اكزامبل نمبر 1, find the greatest common factor, least common multiple for 18 and 24. يلا نجيبهم مع بعض. بص معايا كده, معايا 18 ومعايا 24. هنعمل ايه؟ هنبدأ نعمل factorize. تمام, 18 يعني 2 multiplied by 9. 2 اتحطت في السيركل اهي عشان هي برايم, وال 9 اتحطت في الريكتانجل. هتنزل ل 3 multiplied by 3 وتحطه في سيركلز. خلاص وصلنا لايه؟ لبرايم فاكتورز. تمام, فبقت ال 18 بتاعتك equals 2 multiplied by 3 multiplied by 3, اهي 2 by 3 by 3. متفقين؟ تعالى على 24, 4 multiplied by 6. 4 و 6 هم الاثنين كومبزيت لسه يا ميس, اتحطوا في ريكتانجل اهو. ال 4 هتنزل ل 2 multiplied by 2 بقوا برايم, وال 6 هتنزل ل 2 multiplied by 3 اهم كده بقى برايم. تمام, فبقت 24 بتاعتك equals 2 by 2 by 2 by 3, اهي 24 equals. وهنبدأ نرص الفاكتورز بتاعتنا تحت اللي ايه اللي شبههم. تمام, التو هتكتب تحت التو multiplied by, عندي 3 اهي هكتبها, وهبدأ ابعد بعيد. خلاص انا خدت 2 و 3, ناقص لي multiplied by 2 by 2 بالمنظر ده. متفقين؟ هشد اللاين بتاعي وهبدأ اعمل الريكتانجلز على النمبرز اللي ايه اللي موجودة فوق وتحت زي بعض. اول حاجة هجيبها greatest common factor, الكلام ده equals greatest common factor. ها انا باخد اللي موجودين زي بعض وبس, وبعمل لهم multiply. التو نزلت اهي multiplied by, وادي الثري نزلت 2 by 3 equals 6. تمام, طب least common multiple, الكلام ده equals. متفقين بقى؟ طول ما انا ماشي كل رقم هيقابلني هاخده وانزله بمرة, كل رقم هيقابلني هنزله. بصوا قابلتني التو نزلتها اهي multiplied by 3 اهي هنزلها, كأنك مش شايف بقى اللاين ده. قابلتني الثري اللي بعدها multiplied by 3 by, قابلتني التو اهي هنزلها multiplied by 2 multiplied by 2 الاخيرة دي, والكلام ده equals. وابدأ افكر هتعرف تحلها وهي موجودة كده ولا هتحتاج تطلعها برا. تمام, يعني انا همشي معاكم فيها دلوقتي قدام عينيكم كده. 2 by 3 equals 6, 6 by 3 equals, يعني 6 by 3 يعني 18. تمام, 18 multiplied by 2, 18 multiplied by 2 equals 36, 36 multiplied by 2 equals 72. هل انت تقدر تحلها كده؟ على فكرة لو ما قدرتش مفيش اي مشكلة, مفيش اي مشكلة, ابدأ حلها على مهلك. يعني ايه يا ميس احلها على مهلي؟ هقول لك يعني ايه. يعني ممكن مثلا 2 by 3 equals 6, تمام, 6 by 3 equals 18, لحد هنا هو كده انا خلصت الحتة دي. خلاص هبدا اعمل لنفسي درافت على جنب اهي, وهقول لنفسي 18 multiplied by, وهاخد 2 by 2 يعني 4 بالمنظر ده. تمام, ويبدا بقى 4 by 8 equals 32, 2 and carry up 3, 1 by 4 equals 4 plus 3 يعني 7, طلع لي ايه 72. ودوت لو انت مش قادر تحسبها منتلي ابدأ اشتغلها على جنب بالمنظر ده. تمام, طب انا طلع لي 72 اهو, طلع لي ايه 72. المعلومة اللي احنا لسه كنا بنقولها دلوقتي, المعلومة اللي كنا لسه بنقولها دلوقتي بتقول ايه بقى؟ بتقول ان سعادتك لما تاخد ال greatest common factor بتاعك وتعمل له multiply في ال least common multiple, يعني تاخد ال 7 ال 6 multiplied by 72. تمام, الكلام ده المفروض يوصلك the same product as 18 multiplied by 24, اللي هما التو نمبرز اللي انا بدأت شغل عليهم 18 multiplied by 24. وتعالى نتأكد هل الكلام ده هيحصل فعلا دلوقتي ولا لا. متفقين؟ تعالوا نبدأ كده. انا معايا 6 اهي, عايز اعمل لها multiplied by 72. تمام,
72 multiplied by 6. 6 by 2 equals 12. 2 and carry 1 up. اهي. 6 by 7 equals 42. 42 plus 1 يعني 43. ده كده انا جبت ايه؟ جبت product of greatest common factor multiplied by least common multiple. جبت البرودكت بتاعهم اهو، طلع لي 432. طب التو نمبرز اصلا اللي انا كنت شغاله عليهم 18 و24، تعال نجيب البرودكت بتاعهم. 18 multiplied by 24، ركز معايا. 4 by 8 equals 32. 2 and carry up 3، هحطها صغننه خالص كده خلاص. 4 by 1 equals 4 plus 3 يعني 7. بعد كده بحط 0 هنا وهبدا اشتغل مع ال2 كاني مش شايف ال4 دلوقتي. 2 by 8 equals 16. 6 and carry 1 up، اهي حطيتها على السريع عشان ما تلخبطنيش. 2 by 1 equals 2 plus 1 يعني 3، وهنا في بلس، ابدا اجمع بقى. 2 plus 0 2. 7 plus 6 equals 13. 3 and carry 1 up. 1 plus 3 4. بص كده، بص على 2 numbers 432 432. تاني 432 ده اللي هو البرودكت of greatest common factor and least common multiple، اداني 432. وهنا هوت ده البرودكت بتاع التو نمبرز اللي انا كنت بشتغل عليهم 18 and 24، اداني 432. بص كده البرودكت ده والبرودكت ده هتلاقيهم ايكوال، متفقين؟ معلومة مهمة جدا. Check your understanding. هو هنا بيقول find GCF and LCM for each of the following: greatest common factor، least common multiple. 6 و 16. ها طبعا انت تقدر دلوقتي توقف الفيديو تروح تحل السؤالين وترجع تقارن معايا حلك وحلي. اوكي ما تكبرش دماغك، امسك ورقه وقلم وحل بايدك زي ما احنا متفقين. 6 و 16 يلا. هبدا اعمل فاكتورايز للنمبرز بتاعتي. 6 يعني 2 multiplied by 3، هما الاثنين برايم نمبرز فخلاص. 16 يعني 2 multiplied by 8، 2 برايم اتحطت في سيركل، 8 كومبوزيت اتحطت في ريكتانجل، هتنزل ل 2 multiplied by 4، برايم اتحط في سيركل وهنا ريكتانجل اهو، 4 يعني 2 by 2، وادي السيركلز بتاعتي. تمام هبدا انزل بال 6 اللي هي 2 multiplied by 3. تمام وبعد كده هنزل بال 16 بتاعتي اللي هي equals، بص كده 2 by 2 by 2 by 2. 16 2 by 2 by 2 by A by 2، ادي 2 تحت ال 2 اهي، وبعد كده multiplied by 2 by 2 by 2 بالمنظر اللي انت شايفه ده. شد اللاين بتاعي تمام، وهنا في 2 فوق و 2 تحت اتحطت في الريكتانجل بتاعها اهي. تمام بعد كده اول حاجة هجيبها greatest common factor، الكلام ده equals، وهنزل له التول اللي في الريكتانجل، ما عنديش حاجة اعمل لها multiply by. تمام بعد كده least common multiple، الكلام ده equals، كل حاجة هتقابلني هبدأ انزلها. التو هتنزل اهي multiply by 3 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2، كل حاجة عمالة تقابلني وانا بجيب least common multiple بنزلها. تمام تعالوا نجرب نحسب منتلي كده. 2 by 3 equals 6. 6 by 2 12. 12 by 2 24. 24 by 2 يعني 48. متفقين؟ يبقى 48 ده هو least common multiple ل 6 and 16. least common multiple يعني أصغر رقم يقبل الاسم على 6 وال 16 in the same time، في نفس الوقت. متفقين يا شباب؟ طب تيجوا نتأكد من المعلومة اللي كنا لسه عمالين نقول عليها دلوقتي، ان انا لما اخد الـ greatest common factor multiplied by least common multiple يديني the same product as لما اخد two numbers بتوعي واعمل لهم multiply. تعال نتأكد. يبقى هدفي ان انا هاخد two multiplied by 48، ادي اول واحدة.
48 multiplied by 2. 2 by 8 يعني 16. 6 and carry 1 up. 2 by 4 equals 8 plus 1 يعني 9. طلع لي ايه؟ 96. طب تعالى ناخد بقى التو نمبرز اللي انا اشتغلت عليهم 6 و 16 اهو 16 multiplied by 6. 6 by 6 equals 36. 6 and carry up 3. 1 by 6 equals 6 plus 3 9. 96. بص the same product ازاي equal ازاي. ها يبقى لما باخد GCF multiplied by LCM هيديني same product ان انا لما اخد التو نمبرز بتوعي واعمل لهم ايه multiply. متفقين؟ بعد كده التو نمبرز اللي تدور عليهم 14 and ايه 21 زي ما انتم شايفين 14 and 21. تمام؟ تعالوا بقى نكتبهم بره هنا 14 و21. وبرضو مطلوب منك ان انت تجيب greatest common factor وleast common multiple. طيب 14 يعني 2 multiplied by 7. 2 و 7 هما الاثنين برايم خلاص خلصونا. 21 يعني 3 multiplied by 7 و 3 و 7 هما الاثنين خلاص برايم فاكتورز فخلاص خلصونا. طب 14 بقت equals 2 multiplied by 7 و 21 equals 7 اهي multiplied by 3. خد بالك حطيت 3 ايه؟ اول حاجة هنجيبها greatest common factor زي ما انتوا شايفين يا شباب. طبعا عندي 7 موجودة فوق وتحت فهتنزل لي ايه 7. تمام؟ بعد كده مطلوب مني اجيب least common multiple. تمام؟ least common multiple والكلام ده equals زي ما اتفقنا كل حاجة هتقابلني هبدأ اكتبها. عندي 2 اهي هتنزل multiplied by قابلني 7 نزلتها multiply by 3. 2 by 7 14. 14 multiplied by 3 اهي على جنب 14 by 3. 3 by 4 12. 2 and carry 1 up. 3 by 1 equals 3 plus 1 يعني 4. يبقى الكلام ده equals 42. متفقين؟ جبنا خلاص greatest common factor، جبنا least common multiple. خليك انت جدع بقى وابدأ اتأكد لآخر مرة. اوكي؟ خد greatest common factor multiply by least common multiple يعني خد 42 multiplied by 7 او 7 by 42. تمام؟ 42 multiplied by 7. اوكي؟ وابدأ اشوف هل هي equals 14 multiplied 21 اللي هما التو numbers اللي احنا اصلا شغالين عليهم 14 by 21. اتأكد كده في الورقة بتاعتك وانت بتحل. لازم طبعا البرودكت اللي هنا يطلع زي البرودكت اللي ايه اللي هنا زي ما اتفقنا لان ده الاساس في حصتنا النهاردة. تمام؟ learn number 2 يا شباب في الحصة بتاعتنا وركزوا معي عشان هو جزء مهم. تمام؟ هو بيقولك GCF or LCM هيبدأ يديلك story problems وهتبدأ انت مطلوب منك ان انت تفكر هو انا في الستوري بروبلم اللي قدامي دي والتو نمبرز اللي هو مديهم لي دول مطلوب مني اجيب جي سي اف ولا ال سي ام. هو ده هدفنا الجاي، هو ده هدفنا دلوقتي في الشغل في الجزء اللي ناقص في الحصه. تمام؟ طيب to solve some story problems you need to decide whether you have to find greatest common factor or least common multiple. متفقين؟ طيب هو هنا مديلك examples يعني مثلا بيقول What kinds of story problem might involve finding greatest common factor؟ يعني اللي هي هتبقى محتاجة ان انت تشوف فيها greatest common factor. تمام؟ طيب بيقولك These problems usually involve dividing, distributing, equally cutting into pieces or breaking something into groups. هتلاقي كلمات شبه دي في الستوري بروبلمز بتاعتك تعرف ان انت مطلوب منك تجيب greatest common factor. طب what kinds of story problems might involve finding LCM, least common multiple? These problems usually involve something repeated, بتعيد بتكرر, multiple items or when two things occur at the same time. وكده كده تعالوا نتفرج على example number 2 اللي هو نشوف story problem ونفكر كده مع بعض. هو بيقول ايه؟ The dimensions of a room are 12 and 8 meters. Dimensions of a room
يبقى الروم ديت اخده شكل ايه؟ الارضيه اللي هم بيقيسوا الدايمنشنز بتاعتها اخده شكل ايه لما يقول لك دايمنشنز و12 و8؟ اكيد واخده شكل ريكتانجل، اكيد واخده شكل ايه؟ ريكتانجل، والدايمنشنز بتاعتها 12 اند 8 طبعا، 12 مترز 8 مترز زي ما انت ايه شايف. طيب a contractor wants to tile the room. contractor دوت يعني متعهد البناء، تمام، الرجل المقاول اللي هيظبط الاوضه ديت، عايز يبدا يحط سيراميك في الروم دي، في الاوضه دي، تمام، using the least number of squared tiles. وهو بيحط السيراميك في الارضيه عايز يستخدم least number، اقل عدد من squared tiles، من السيراميك اللي واخد شكل square. اوكي طيب what should the tile dimensions be؟ طب ايه رايكم التايل دايمنشنز ده المفروض يكون ايه؟ السيراميكا دي المفروض يكون الابعاد بتاعتها او اللينس بتاعها قد ايه؟ تمام؟ طب انا عايز احط اقل عدد من السيراميك هنا، اوكي؟ يبقى عشان احط اقل عدد، خد بالك بقى، هجيب greatest common factor between 8 and 12، تمام؟ يبقى عشان احط اقل عدد سيراميك مطلوب مني هجيب greatest common factor. خلاص يبقى انا هدفي في المساله دي في الستوري بروبلم اجيب greatest common factor، ده هدفي دلوقتي. طيب نبدا بقى نمسك ال8 وال12، ادي 8 وادي 12، هنبدا نعمل لهم برايم فاكتورايزيشن العادي بقى بتاعنا. خلاص 2 multiplied by 4 ال8 طبعا، وبعد كده ال4 يعني 2 باي 2. والميزه ان النمبرز بتعيد نفسها، هو بس انت دلوقتي ايه تبقى عارف تستخدم امتى الحل ده وامتى تحط الحل ده بس، لكن الافكار عموما بدات تعيد نفسها. النمبرز اصلا معظم النمبرز اللي بتنزل في الامتحانات احنا خلاص عدت علينا وعملنا لها فاكتورايز في الحصه بتاعتنا. 12 يعني 3 ملتبلايد باي 4 3 برايم، وال4 يعني 2 باي 2. وهنبدا ننزل هنا اهوت ال8 بتاعتي equals 2 by 2 by 2 اهي 2 multiplied by 2 multiplied by 2، وال 12 equals 3 by 2 by 2. طبعا هحط ال 2 by 2 الاول مع بعضها كده، وهحط ال 3 بعيد، تمام، هبدا اشد لاين بالمنظر ده وهبدا احط النمبرز اللي زي بعضهم. وهدفي زي ما اتفقنا من اول ما قرينا ان انا عايز اجيب اقل عدد للسيراميك ممكن احطه، فهجيب greatest common factor يبقى جي CF equals، وهبدأ 2 multiplied by 2 2 by 2، الكلام ده equals 4، الكلام ده equals ايه 4 اهو. بصوا عشان كده بيقول then the tile has to be square of side length 4 meters of side length 4 meters. لما هبدأ احط 4 meters squares و style length 4 meters ده هيوصلني لأقل عدد من السيراميك اللي أنا ممكن أستخدمه وأنا بحط السيراميك في الإيه؟ في الروم بتاعتي دي. متفقين يا شباب؟ بصوا معي على example number 3 يا شباب. هو بيقول إيه؟ Do neon signs are turned on. تخيلتها كده لمبتين، تمام؟ اللمبتين دول دي نيون زي ما أنت شايف كده، وturned on شغلوهم مع بعض في نفس الوقت in the same time، تمام؟ in the same time. okay both signs blink as they are turned on. both signs دي العلامات بتاعتهم blink يعني بتعمل كده اهو، الشعلات اللي هي بتبقى من النيون او من النار الخفيفه ديت، تمام، بتبدا تعمل زي ومضات كده اهو خفيفه كده اهو. خلاص تخيل معايا الشعله بتعمل حركه بسيطه كده as they turned on عشان هم اشتغلوا مع بعض. One sign blinks every 9 seconds. واحدة منهم بتبدأ تعمل الومضات بتاعتها دي every 9 seconds. The other sign blinks every 15 seconds. التانية يبقى واحدة بتعمل signs بتاعتها دي blink every 9 seconds. والتانية بتعمل blinks every 15 seconds. متفقين؟ طيب. In how many seconds will they blink together again؟ هيبدأوا يعملوا blink together again بعد قد إيه؟
توجيزر بقى، هو عايز هما الاتنين هيتقابلوا امتى في الحركة اللي هي نتخيلها بتعمل كده دي. طيب حاجة من الاتنين بقى، حاجة من الاتنين هتبدأ، يا هتبدأ تاخد التو نمبرز بتاعتك الناين والفيفتين وتبدأ تعمل لهم فاكتورايز اوكي عشان توصل للليست كومن مالتبل بتاعك، يا هتبدأ تجيب مالتبلز اوف ناين ومالتبلز اوف فيفتين لحد ما توصل لكومن مالتبل بتوين ناين وايه وفيفتين، الطريقتين اللي احنا متعلمينهم، والاتنين هيوصلوك الليست كومن مالتبل اللي هم امتى اللمبتين دول هيعملوا مع بعض في نفس اللحظة بلينك، متفقين؟ هيعملوا ومضة كده هوت مع بعضهم. طيب سواء بقى جبناها بطريقة المالتبلز او جبناها زي ما قلنا بان احنا نعمل فاكتورايز زي ما اتفقنا الاتنين هيوصلونا للحل. اوكي طيب تعال نبدأ نعمل فاكتورايز. انا معايا 9 ومعايا 15، 9 يا ميس يعني 3 multiplied by 3 وكده كده 3 وال 3 خلاص هما برايم، يبقى 9 بتاعتي equals 3 multiplied by 3. طب تعالى عند ال 15 3 multiplied by 5، وال 3 وال 5 هما الاتنين ايه؟ هما الاتنين برايم اتحطوا في circles اهو، يبقى ال 15 بتاعتك equals 3 multiplied by 5 زي ما انت شايف، وال 3 زي ال 3 اتحطت في rectangle، شدينا اللاين بتاعنا. عايزين ايه؟ عايزين least common multiple equal ها الثري هتنزل اهي multiply by 3 multiply by 5، 3 by 3 9 9 by 5 equals 45. تمام، يبقى لما اللمبتين هيوصلوا عند 45 seconds، لما اللمبتين بتوعي او whatever نيون ديت هيوصلوا عند 45 seconds، تمام، هيحصل ايه؟ هيحصل ان الاتنين هيعملوا بلينك مع بعض، هيعملوا الحركة دي مع بعضهم، متفقين؟ طيب بصوا هنا حتى هو عامل السوليوشن بتاعه الحل بتاعه، ها جاب الليست كومن مالتبل زي ما عملنا، وبعدين قال then the two signs will blink together again in 45 seconds. اوكي تشيك يور اندرستاندينج، انا هسيب المسالتين قدامكم تمام، فكروا فيهم حاولوا تحلوهم، حاولوا مش بعيد ابدا بيهم الحصه الجايه بتاعتي الشغل. تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه بظهر الغيب وتكتبوا لي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم، لايك وشير عشان الكل يستفيد. يلا سلام عليكم.